اختارت أن تدافع عن المظلوم بدراستها مهنة المحاماة. متزوجة وأم لولدين، المحامية غن وشحادة، دافعت عن موكليها لإظهار الحق أمام المحاكم في النمسا وسوريا التي ولدت فيها في عام 1972، حيث تخرجت من كلية الحقوق جامعة دمشق في عام 1995، ثم سافرت إلى النمسا وزاولت مهنة المحاماة منذ عام 2004. ويختص مكتبها في وسط العاصمة النمساوية فيينا بمجالات كثيرة، فمن قضايا القوانين الجنائية والمدنية والأجانب بكل فروعه إلى قانوني الشركات والتجاري، محققة النجاح والتألق بأسس راسخة. أهلا وسهلا فيك أستاذة غنوة مرة تانية، وشرفتنا بلقاء الثاني معك. حقيقة شكرا كتير للقاء وللدعوة. الحقيقة الموضوع اللي عم نحكي فيه هالمرة يمكن هو الترند بالوقت الحالي، وحيضل للسنوات الجاية هيك لأنه صار بين قوسين أنا بعتبره ضرورة. تمام. الناس كلها الآن اللي إجت من 2014-2015 لو محققة شروط مبدئيا لازم تحصل على الجنسيه النمساويه. بالضبط. وهي بين قوسين كما قال احد السياسيين الجنسيه النمساويه المقدسه اللي هي اللي رح نحكي فيها هلا ضمن حلقتنا اليوم. اكيد. طيب استاذه لو سمحتي، الاسئله طبعا هن من اسئله الناس المتواتره دائما والمتكرره. رح اسالك بعد اذنك الاسئله وجنابك توضحينا بكرم عينك. أكيد. الله يسلمك. أكيد. يا رب. أول شيء، الشروط الأساسية للحصول على الجنسية النمساوية بشكل عام بعد إذنك ما هي؟ هلأ نحن بنعرف أنه في عنا الناس اللي إجت بـ 2015-2016، هدول الناس اللي هلأ مضى على وجودهم هون 6-7 سنوات. تمام. فستة لسبع سنوات يبقى الشرط لكلاجئ كان 3 سنين، ارتفع مع السياسة الجديدة مع قرارات الجديدة كان 3، ارتفع لستة. فهون نحن بيطلب عنا 6 سنين البيتس باي والعشر سنين البيانس. تمام. هلأ نحن وقت بدنا نقول إنه ليش بدل ما يكون 10-6 مكثف بس رفعنا ليفل اللغة. هي موضوع بنرجع لفكرة الانتجراتيون. هنا الحكومة قالت واتعدلت، أوكي نحن هلأ حابين الناس يلي عم تتقدم باندماجها بالمجتمع نعطيهم بلونونج أو نعطيهم تسكل مثل ما بيقولوا، وبناء عليه نسرع لهم من فكرة تقديمهم أو شروط تقديمهم للجنسية. واحد. اثنين، طبعا هذا الوقت موضوع اللغة حكينا فيه. في أمور كتير اللي هي كتير حساسة بالوقت الحالي، هي الأحكام الجنائية، إنه الشخص لازم يكون ما عنده أحكام جنائية، في كان عنده مخالفات إدارية ما تكون هاي المخالفات كتير متكررة. موضوع الباك وهالأمور ما في مشكلة، إنه نحن نعرف إنه أغلب الناس عندها صار سيارات، بس موضوع السرعة هي الخطيرة بيعتبروها. يعني تمشي أنت بالمدينة السرعة 50 ماشي 90 أو 120، هاي بالنسبة لإلهم يمكن سبب عن جد للرفض. إيه، لأنه أنت عم في خطر. تماماً. الخطر هو بين 50 وبين 90 أو 120، كتير كبير. تماماً. دليل أنه أنت إما كنت بغير وعيك اللي هو شربان، أو أن أنت مهمل، واثنيناتهم مشكلة. تمام. موضوع المخالفات الإدارية حكينا فيها كتير. موضوع مهم مثلا هو ما يكون في مساعدات. إمتى؟ سوسيال. إمتى؟ تمام. إمتى؟ تاريخ تقديم الطلب. نحن حنتفق انه في يوم تاريخ لتقديم الطلب. انا حافترض انا وانت انه حدا قدم هلا ب 1/8/2022. تمام. يبقى 36 شهر لورا، يعني 3 سنين. تمام. هدول ما لازم يكون فيهم مساعدات حصرا من السوسيال ماجستيرات 40. ليش؟ هلا في ناس كتير بتفكر انه طب يا الله انا ما فيني اخذ IMS، أنا كنت عم بشتغل. بقول له طبعاً، لأنه أنت وقت تكون عم تشتغل أنت مأمن أباسلوس فسيخيات. يعني أنت عندك حق أنه إذا وقفت عطالة التأمين اللي عم تدفعه أثناء عملك فيك تاخده.
يعني عمليا المصاري اللي عم تاخذها او المبالغ اللي عم تاخذها. برافو عليك، حق شرعي تماماً. فلا يعتبر سبب من الاسباب، بالعكس اذا كان جيد ومرافقه لعمل متدن مثلا مثل جرين فوجيك، اضافه لدخل الزوجه اذا عم تشتغل، اذا في عيله طبعا، وهذا تمام. الموضوع لازم نتطرق له لحتى نقول انه قد في فرق بين انه تكون عيله وبين يكون شخص لحاله مثلا تمام. او بارتنر بدون اطفال. ايه فعموما عموما يعني الشروط الاساسيه هي منا معجزه، لازم اخر 3 سنوات يكون لا يتخللن تماما ماكسرات 40 ابدا تمام. في نقطه حساسه كثير والناس ما بتعرفها، احتمال الشخص يكون في عنده دخل من الخارج، يعني ناس كثير احنا بنعرف انه عندها بجوز بيوت مسكره تمام. هاي البيوت قرروا ياجروها. طب يا هل ترى هذا الانكم اللي عم يجي من برا، ولو انه عم يتجمع، عم يجي تحويل، عم يجي عن طريق اشخاص، ممكن كله هذا يثبت بالعقد الاجار بالاصل والتملك. هدول النقاط في ناس كثير ما بتعرف انه تحسب، بيساعدوه اكيد لانه هي تمام. تعتبر انكومن تمام. اي شيء انكومن، اي شيء دخل بس هذا اللي عم يجي من برا ماله، ما محسوب ضرائب ولا محسوب لا، ما هو الضرائب يفترض بالقانون الضريبه تندفع عن مكان البيت او العقار تمام. فاذا كان البيت موجود باكس بلد، يبقى هن الدوله النمساويه حتفترض انه هذا الانكومن دخل من البلد اللي البيت موجود فيه، فيفترض ضرائبه مدفوعه وجايه صافي تمام. فلا يحسب من ضمن الضرائب تمام. يفترض نعم. استاذ السؤال اللي بعده لو سمحتي، جانا كمان كتير مهم، انه توصف الجنسية النمساوية بان شروطها مرهقة ومعقدة، برأيك ما هي الخلفية السياسية والاجتماعية والنفسية لهذا التعقيد؟ ليش عم يعقدوا هالأمور؟ هلا الحقيقة خلينا نكون واضحين مع بعض، نحن في عنا أحزاب وفي سياسة طبعا، والسياسة لا تخفي عن أي شخص تمام. لأنه كلياتنا عم نقرأ سرنا، وفي عندك الفيسبوك وعندك الإنستغرام وعندك السايتن بيلد ومعلومات كتير طبعا موجودة، ما عادت لازم تقعد مقابل التلفزيون لتسمعها، صار لازم توصل عم توصلك لعندك وانت قاعد بالمترو بالطريق. طيب وفي سهولة لوصولها لأنه في عنا صفحات كتير عم توصل معلومة باللغة الأم، فصارت الأمور واضحة، ما عاد مثل زمان لازم شخص يكون سياسي ليعرف هيك أمور. فلا يخفى على الجميع بأنه السياسة والأحزاب عم تلعب دورها، الحزب الحاكم عم يفرض، عم يطرح قانون، عم يتداول بالبرلمان، الأغلبية حتكون طبعاً لإله، عم يعني يسن ينفذ، واضحة الأمور. هل الجرأات اللي عم يعني الجرأة اللي عم بيمارسوها ضد هاللاجئين هي سياسة بالنهاية يعني. هي سياسة بالنهاية، يعني هلا لاحظ إنه من زمان أيام ما كان الحزب الإس بي إيه يلي هو الحزب الشعب، هو حزب الشعب مو بالاسم بس حزب الشعب بالواقع، لأنه هو مع الشعب خلينا نقول حزب الاشتراكي، هلا هو كان وما زال بيدعم السياسة الأجانب، بيدعم الشعب. فكان من زمان اللاجئ ياخذ الجنسية بعد 3 سنين، وكان المتزوج النمساوي من أجنبي، الأجنبي بياخذ بعد 3 سنين. هلا اجا فورا وقلنا لا، اللاجئ لازم 6 سنين، بالرغم من انه ما بعرف اذا كنت انت موجود بهذا الوقت، سيباستيان كوتس وقت كان يمكن انتجراسيون سكرتير، يعني او لسه ما كان حتى وزير، يعني وزير رسمي، فاقترح موضوع كان عم يلعب موضوع الانتجراسيون. ايوه فقال هو بهالحاله اني انا بدي طور موضوع الجنسية تمام. فشو النقاط اللي انطرحت بالإعلام؟ انطرحت إنه ها هي الجنسية المفروض، وطبعا داولت بشكل كتير اللي كان هون واللي بتواجد بهذاك الوقت بيعرف إنه العالم ضربت على راسها، إنه معقول أنا بعد ما أدفع أجرة بيتي ومصاريفي وأكلي وشربي لازم يضل عندي 1000 يورو احتياط لحتى أحصل على الجنسية؟ العالم قالت لك بالنهاية إنه فبا يعني تشوف خلص ما عاد في امل. واذا بنحكي على الواقع يعني هلا في حتى نمساويين اذا عندهم عائله ما بيوصلوا لهالمرحله اللي عم نحكي عنها، اللي هو انه يضل عندك كل شهر ريزيرف 1000 يورو لاثبتها. هلا صار تداول، انطرح الموضوع، شاف انه طبعا الشعب عم يقول لا هذا الشيء اوفر كثير، فبناء عليه بعد ما دارس تم دراسه هي الامور كلها وصل لقانون رسمي بيقول انه لا، اذا انت عندك ليفل لغه اعلى بدل ما تكون
10 سنين، عملت لك اياهم 6، يعني رد لعب على موضوع الانتجراسيون. نرجع لسؤالك، انت وقت بتقلي انه شو خلفيتها السياسيه، خلفيتها السياسيه هي يعني هي سياسه احزاب. الحزب يلي بيهمه انه يصعب على الشخص ليقول لك انا بدي اخذ خلاصه الاجانب، هدول الخلاصه الايديال المثاليين لساويين نمساويين. فهمتني؟ يعني اي واحد يحصل هي هالفكره. اي بالضبط. وحتى قالوا لك بيوم من الايام انه بدنا نعمل الجنسيه النمساويه حلم، وهذا الوقت اللي كان عم ينطرح فيها النقاط القديمه. فهي الى ابعاد الابعاد. حتى على فكره في نقطه بدي اقول لك اياها هلا، يا هل ترى انت اذا كنت لسه مانك حاصل على الجنسيه النمساويه وعملت سرعه، مخالفات سرعه ومخالفات باركينج، وممكن انه اتخانقت انت وجارك واضطريتوا بلحظه من اللحظات تنفعلوا، صار تهديد ولا صار ضرب، هلا هاي الامور يا هل ترى ما بتصير بكل مجتمع؟ بتصير طبعا. طب اذا هالجارين هدول تصالحوا والمحكمه وقفت مخالفاتهم لانه تصالحوا وكله تمام وعلاقتهم جيده، وما هيك يوم بيقدم على الجنسيه بيقولوا له انت مالك سوي لتاخذ جنسيه لانه انت بزمانك تخانقت انت وجارك. طب ما اوكي نحن تصالحنا ونحن لهلا علاقتنا جيده. طيب انت عندك مخالفات سرعه، طب هلا النمساوي اللي هو النمساوي الاورجينال او اللي اخذ الجنسيه النمساويه ما بيعمل مخالفات؟ عرفت شو الفكره؟ هون برجع لسؤالك اللي هي تعقيد الامور، او خلينا نقول مو تعقيد، خلينا نقول مبالغه فيها. فخلينا نكون شوي لوكا، يعني لوكا بانه كان باسيان ممكن، بس انا بحطه تحت الاختبار اثناء الاجراءات. طب اجراءات الجنسيه مثل ما بنعرف نحن عم تاخذ معدلات بين السنه والسنتين، الحمد لله هلا بالايام الاخيره عم حس انه في تغيير، لانه من كم من فتره كان عندي فعلا ملف بثلاث شهور اخذ، وكان عندي ريكورد قبله 8، فوقت قلت 3 واو، بس هون طبعا في امور كثير ومعايير بتلعب دور. طيب اوكي خلينا تحطه تحت الاختبار، عنده هالمشكله ما بقى فورا بعطيه رفض، انا خليني اتركه 6 شهور لحتى اشوف هالست شهور عمل نفس المخالفه مره ثانيه، اذا ما عملها اوكي. هي بقى التعقيدات جواب على سؤالك اللي عم بحكيها. موضوع انه خلي في صعوبه لانه يوصل لهذا الموضوع لهاللحظه اللي وقت اللي عم يقول لك انه انت مستفيد من الماكسترات 40 بشكل غير مباشر، اللي هو مثلا صديق عايش معك في البيت، انت ما بتاخذ مساعدات، لكن يعني انه انت مستفيد غير مباشر. طيب هو ما له، يعني انا مالي ابدا معه شيء، ما باخذ منه. هلا هي النقطه انا فيني كثير احكي فيها لانه عندي كثير حالات من هالنوع. هقول لك شيء، تمام. هلا كيف بيفكروا هن بيفكروا الجهات المختصه او البهادن بيفكروا انه انت عايش مع شخص ببيت، انت استفدت من الشيء اللي عم ياخده. كيف؟ إذا كنت أنت مثلاً هو راح اشترى اليوم الأكل، اشترى راح عمل أينكوفن، اشترى أغراض وإجا على البيت طبخ، عاد أنت وياه أكلته، أنت استفدت. هي الفائدة اللي قصدني إياها. أنا كيف بدي أثبت إنه أنا ما أكل؟ هي حلولة بهالحالة إنه لازم يصير. هلأ في 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 نقاط ممكن الواحد يدرسها يتلافاها، بس ما لازم يتلافاها بعد ما تقدم على الطلب جنسية، لازم يتلافاها من الأول، اللي هو إنه أنا فرق إداريا بيني وبين الشخص اللي معي. وين المشكلة بتصير؟ وقت بيكون هذا الشخص مو صديق، والد، والدة، أخ، أخت، شلون بدك تفرق أنت؟ صعبة حتصير. ومع هيك أحيانا النمساويين أو الجهات المختصة النمساوية بتقلك إيه لا أنا بقدر بستوعب إنه أخي يكون كل واحد فينا في عنده جزء من المصاريف. يعني هي نقاط بصراحة على أرض الواقع عم شوفها كل يوم، بس في إلى حلول، وهي الحلول على الأغلب عم تكون أحيانا إلى نتيجة وأحيانا لا. يعني مثلا وقت اللي عم مصروف عم يتقاسموا كل واحد لا أنا إيه بده يكون في بوازة، يعني بده يكون في إثباتات. يعني الحكي انه والله انا عايشه انا وياه انا واخي مثلا 5 سنين 6 سنين انا وعائلتي وكل الوقت عم بعطيهم، وبس ما في اثبات. طيب اوكي، وهلا فجاه وقت قدمت بدي اجيب اوراق قديمه. هي النقاط اللي ما عم تخليهم مقتنعين كثير. بس خلينا وقت بيصير الواحد نمساوي يبلش يفكر بالطريقه النمساويه، يعني هن عم يطلبوا من الشخص مو بس انه يشتغل وانه يندمج باللغه، هن بدهم اياه يندمج حتى اجتماعيا ونفسيا. يعني لازم تفكر مثل ما النمساوي بيفكر. تمام. كيف بيتعامل مع اهله مع اخواته. تمام. هي النقطه يمكن. تمام. في نقاش أخير حول الجنسية، خاصة بعد أن أقر الرئيس
رئيس النمسا بضرورة إعادة النظر في شروط الجنسية. ظهر ما يمكن نسميه الجنسية المقدسة على لسان بعض السياسيين بين قوسين، الجنسية النمساوية المقدسة. ماذا يعني ذلك سياسيا وقانونيا؟ هلأ ما في شيء اسمه جنسية مقدسة، هي هاد على ما أظن هي عبارة عن فكرة إنه لا تمسوا، خلينا بعاد عن الشروط اللي نحن حكينا فيها، لهيك أعطيناها الهالة القدس، هالة القدسية. هلأ هي مبادرة كانت من الرئيس، وهي المبادرة أنا بعتبرها طبعا إذا بشوف من بعيد بقول أنا بعتبرها مبادرة جدا إيجابية، لأنه هو طالما أنه الرئيس نفسه عم يشوف أنه الشروط معقدة وبدأ شوية يعني تسهيلات، دليل تمام كبار السياسيين عم يقول هذا الكلام، دليل أنه لا بالضبط هذا الكلام منطقي، يعني إذا هو شايفها بهالطريقة يبقى الشخص اللي مطلوب منه يوافق توافر فيها الشروط أكيد ملاقيها كمان صعبة عليه. المبادرة هي للأسف بقت الفشل، هي عبارة عن مبادرة بس اللي الإمفنجا يلي هو المتلقي يلي هو المفروض إنه ينفذ شيء من هذه هو الحكومة، الحكومة قالت لك لا نحن ملاقينا إنه لا حدا يقربوا عليها مقدسة، هي هاي الفكرة اللي حكينا عنها. هلأ شو هي الفكرة بالموضوع قدسيتها؟ إنه نحن تعبنا لو وصلنا لهالمرحلة ضمن سياستنا وضمن اعتباراتنا كحزب هلأ حاكم تماما، فهي هاي الفكرة، فكرة أنه لا تقربوا عليها الأمور تمام خلصنا. يمكن أنا من وجهة نظري الشروط حتى لو أنه ما خلينا نعتبرها أنه أوكي منا معقدة، طيب شو فينا نعمل؟ فينا نعطي إعاز لوزير الداخلية ونقول له لو أنه الحكومة بدها تعمل شيء إيجابي لترضي الشعب، فبتقلك أنه الشروط أوكي تمام كله تمام، بس بالمقابل أنا بعطي إعاز للداخلية وبقول لهم سرعوا بإجراءات الجنسية، سرعوا فيها. طيب ليش لحتى إجراءات الجنسية أحياناً تأخذ 4 أو 5 سنين؟ طيب أوكي في اعتبارات، إذا في سلب اشتندكات، إذا في شغل مستقل، إذا في اعتبارات كتير، تكون العيلة مؤلفة من 10 أشخاص، يعني في أمور كتير ممكن تعقد الأمور. الموظف نفسه صح؟ هلا هو عموماً سرعة وديناميكية عمل هذا للموظف بيلعب دور. إذا كان هو من النوع الديناميكي، وعلى فكرة هذا الكلام مو بس بقضايا الجنسية حتى بقضايا اللجوء، بكل شيء إداري بيلعب دور، حتى مو بس الموظفين الإداريين حتى القضاة بالمحاكم العليا، وقت بيكون هو من النوع الديناميكي وبيحب ما إنه ملفات تتراكم قدامه، بيحب يشهل يمشي، فهذا الشيء بيخلي إنه الإجراءات تمشي أسرع. بينما في منهم لا، الملفات بتضل موجودة على هيمته ومهله، إذا راح مرض احتمال 6 شهور ما حدا بيقرب على ملفاته لأنه هو هلأ مريض. طب شو مش مصالح العالم؟ هاي البيروقراطية أنا بسميها، هاي المفروض إنه كانت تتحرك، يعني لو الحكومة حابة إنها تعمل شيء ذكي بدل ما تقول لك قدسية ولا تقربوا عليها، بقول أوكي أنا هذا الشيء ملاقي إنه الشروط متوافرة ومناسبة لجنسية نمساوية مهمة ضمن الاتحاد الأوروبي، النمسا تعتبر بلد من البلدان المهمة بالاتحاد الأوروبي مع حجم صغر حجمها، بس بنفس الوقت أنا بقول لكم أوكي أنا ما رح أغير الشروط بس على الأقل حاول سرع من الإجراءات. طيب هذا الكلام جميل، ما تكون ردة الفعل دائما قاسية إنه لا قدسية وهاي لك، مو لازم. في سؤال كمان مهم انطرح جديد، انه الجنسية هي رابط قانوني بين المواطن والدولة، وغالبا هذه الروابط في القانون تكون معقولة وفي مقدور المستهدف، خاصة الدخل لمن لديه أطفال، أليس الأمور تحول إلى نوع من الاستحالة؟ هلأ للي عندهم أطفال إيه؟ أنا بقول إنه عن جد، وخاصة نحن معروفين طبعاً بمجتمعاتنا والناس اللي إجت جديدة، وكل الناس اللي عايشة هون عم تكتفي بولد ولدين 3 أولاد بالكتير، اللي إجت ومعها 7 أولاد أو 8 أولاد، أو أحياناً عندي عائلات بصراحة إجوا مع 12 ولد، هدول وقدن يوصلوا لمرحلة ويقولوا نحن بدنا ناخد الجنسية النمساوية، أنا هون بقول استحالة.
انا هقول باستحاله. ولسه الدوله وقت بتكون عم تعطيه مساعده لشخص مثل هاد بحدود 8000 يورو بالشهر لعدد اولاد مثل هاد مع الام والاب، وفجاه يقول له نحن بدنا نوقفها لحتى انت تقدر تطلع نفس المبلغ اللي عم نعطيك اياه كدخل. اوكي كيف هذا الشيء بده يصير؟ اوكي الاولاد بيكونوا كبروا صاروا يشتغلوا، اللي عم يعمل ليره عم ياخذ ل 600 700 يورو، الزوجه اللي بتكون مع هيك عدد الاولاد بالبيت يعني بدها تضطر ترعاهم اكل صح. شرب تنظيف صح. يعني كثير في امور بصراحه. انا هون موضوع العائلات بوافقك وبقول انه فعلا في شيء من الاستحاله، بس اذا ولد ولدين يعني انا بقول لا انه ممكن ممكن نقول انه حسب المعايير الاوروبيه والنمساويه الدخل يكون متناسق ما بين الاب والام والاولاد ممكن، بس بهذا العدد انا بعتقد ايه. في نقطة بدي أقولها نسيت أقولها من الجواب السؤال الماضي، مو بس الدخل الخارجي إجت ببالي نقطة لأنه عندي عائلة كتير كبيرة، استفدنا نحن لحصولنا على الجنسية النمساوية من الإشبار نفسه من الإدخارات. أيوة. يعني الشخص اللي بيكون في عنده دخل غير الدخل الإدخارات القديمة اللي عنده تؤخذ بالاعتبار. في حال باع عقار بالخارج، في حال دخل من الخارج، هدول كلهم نقاط تؤخذ بالاعتبار. المساعدات مو دائما اللي هي من الأهالي وإلى آخره، طبعا اختلفت الأمور عن زمان، كان زمان يمشي الحال. فهي النقاط اللي بعتقد كتير مهمة لازم تراعى يعني. تمام. هل هناك فرق بين الحصول على الجنسية للمواطن الأوروبي والمهاجر من خارج أوروبا؟ إذا كأوروبي؟ إذا كان نعم أليس هذا من نوع التمييز؟ هو ما لح جواب على الشق الثاني لأنه الأول لا. هلأ لأقول لك ليش. الأوروبي شروط حتى لو كان أوروبي وحقول لك أولاد عم النمساويين هن الألمان تمام. نفس اللغة ومتقاربين وإلى آخره، خلينا نسميهم أولاد عمان قرائب يعني أقرب شيء لإلهم. حتى الألماني يلي إذا قرروا لأي جنسية أوروبية تانية يحصل على الجنسية النمساوية لازم تتوافر فيه البي مش اللغة سوري الست سنين حتى ولو كان اوروبي. لهيك انا عم اقول انه لا الاوروبي بالقانون في سن القانون على انه لازم يكون موجود على الاراضي النمساويه 6 سنين. هلا قديش عدد الاوروبيين اللي عم يقدموا على الجنسيه النمساويه؟ لا كثير لسببين. السبب الاول لانه هن عندهم الحقوق والواجبات كلها نفس الفرق الوحيد انه الاوروبي فقط بالانتخابات بينتخب ضمن البتيك ولكن انتخابات العامة لا. أيه. هذا الفرق الوحيد يعني أنا إذا بدي يصير كأوروبية نمساوية الفرق أني أنا بدي يصير معي باسبور أوروبي تاني اللي هو من إسباني لا نمساوي يعني ما بيعطيني أي ميزة تانية. اثنين حقدر انتخب ضمن انتخابات البرلمان ولا الآخرية فقط. فلهيك ما في هذاك الفرق وما فينا نقول أنه في تميز بهالحالة لا. بالعكس أنا باعتقادي أنه لأنه قالوا أنه 6 سنين ولازم يتوافر شرط العمل نفس الشروط يبقى نحن هون منقول أنه عن جد ما في تمييز. هاي النقطة أساسية. الطفل الذي يولد في النمسا أو يبدأ طفولته في النمسا ويتلقى تعليمه ثقافته وسلوكه يعني انه ضمن النمسا الا يستحق ان يعامل معامله مختلفه عن ابوه؟ تمام. لماذا اذا فشل الاب في تحقيق شروط الجنسيه يعاقب ايضا الطفل؟ اليس هذا انتهاك لحقوق الطفل؟ هلا شوف ما فيني اقول لك انتهاك لحقوق الطفل لانه الطفل عموما بنميز عن نقطتين، الطفل المولود على الاراضي النمساويه والطفل اللي اجى ولو عمره شهر. تماما. اجا مولود بالخارج واجا عمره شهر. هلا اللي مولود على الاراضي النمساويه بنعرف نحن بعد ما يصير عمره 6 سنين وبده يدخل على المدرسه هذا العمر يلي بيقول انه بنقدر نحن نقدم له على الجنسيه النمساويه لانه عنده ميزه انه هذا صار بالبلد ابن البلد اكثر يعني عمليا خلقان عنا. ولا تنسى نحن ما في عنا بقانون النمساوي حق الاقليم. حق الاقليم يعني انه حصول على الجنسيه بنتيجه ولادتك على الاراضي البلد. هذا القانون نحن ما عنا اياه بالنمسا. كونه منه موجود بالقانون النمساوي عطوا بديل شوي مسهل
طبعا ما له بالميزه الحلوه هذيك مثل استراليا والبلدان الثانيه وامريكا، قالوا لك لا، اذا ولد على الاراضي النمساويه لا يعتبر نمساوي، ولا حتى اذا بدك ممكن يحصل على الاقامه اذا كان موجود سياحه هون بالصدفه ولدت الام، ما بياخذ حتى اقامه لانه اهله ما اخذين اقامه، يعني ما بيعطوه ميزه يقولوا له يشجعوا له خليك عنا لانه بدهم يعرفوا شو وضعه القانوني، شو وضع اهله القانوني. بس اللي اجى ولد وكان مقيم وبعد 6 سنين اخذ طلب على الجنسيه ممكن. هلا الطفل هذا نفسه عم يدفع ثمن انه الاب او الام ما قدروا يوفروا له الشروط ليصير ويوفروا له يساعدوا بتوفير الشروط للعيله لياخذ الجنسيه مبكرا. فهذا السبب اللي فيني اقول انه اوكي، هي بالنهايه بنرجع لنفس الفكره اللي هي سياسه البلد. سياسة البلد بتقول نحن ما عندنا حق إقليمي، توفرت شروط أعطيناكم يا مثل أينس بلس أينس إسفا ماتيماتيك. فهذا الطفل بقول أنا حسب قانون هذا البلد للأسف حظ سيء بيهجهبت، يعني خلينا نسميها. بس إنه في حال الأهل حاولوا يبذلوا جهد أكثر، الولد كبر شوي صار عنده ميزات إنه صار يصير عنده دخل، عنده شهادات، لغته كانت منيحة، لأنه إحنا بنعرف إنه بقضايا الجنسية بيطلبوا شهادات الأولاد الشولتزايغنس، فبيشوفوا كمان إذا عنده مثلا 5 بالألماني فمعتبرين إنه هو كأنه واحد فاكسن كبير ما له ناجح باللغة الألمانية، عمل الكورس وما نجح فيه. طبعا بيطلبوا الشولتزايغنس، ولازم يكون على الاقل الفير هي بوزيتيف، اما اذا كانت 5 عندنا مشكله هون حتصير. دليل يعني ما صارت انا بصراحه لسه عندي انه ولد عنده 5 ونبهونا، بس اذا صارت حيصير هذا الشيء اكيد. يعني هلا طفل بالمدرسه الان صار له 6 سنوات في المدرسه؟ لا، 6 سنوات ما كان بعده بالمدرسة، هلأ دخل على المدرسة. 6 سنين خلينا نقول هو كان بالروضة، مو عمر 6 سنوات. بعد هو 6 سنوات صار له في ضمن البلد تمام. يعني دخل المدرسة وصار مثلا صف أول ثاني ثالث رابع خامس. أوكي. ولد تمام؟ بالأراضي النمساوية؟ لا ما ولد هو. ما ولد. تمام. إجا كلاجئ. أوكي. هل يحق له كمان قانونيا إنه يقدم جنسية لحاله يقول أنا بدي أخذ الجنسية النمساوية؟ ما بلا توافر شروط. توفر الشروط. اي هلا الطفل بيقدر. شوف الولد مين دايرك؟ مين دايرك يعني قاصر. تمام. والقاصر بيقدم اذا كان الابصر جبريكتكت او الالتن يعني الاهل اللي عندهم حضانه هذا الطفل قدموا له، اذا الشروط ما بتتوافر فيهم قدموا للطفل. امتى هذا الشيء بيصير؟ اذا كان خلقان على الاراضي النمساويه وصار عمره 6 سنين. ايوه. بينما اذا كان اجى عمره شهر يبقى بده يضل ماشي على خطا اهله وظروف حاله اهله. للاسف هذا هو القانون. يقدم هو لحاله اذا كانت شروط متوافره في ايه، والاهل بيقدموا له الطلب. بس عفوا خلينا نكون واضحين، اذا الشروط عند الاهل مو متوافره فهو كيف بده يتوافر عند مين ديرك او واحد قاصر؟ الشروط لهيك موضوع تمام. لازم يكون الامور مربوطه ببعضها بالمنطق صح؟ تمام. كيف تسقط الجنسية النمساوية بعد الحصول عليها؟ اوكي هلا هي كيف متى؟ تخيل نقطتين. هلا كيف ومتى دليل انه حصلنا عليها؟ صار شيء خلى انه هي الجنسية تسحب. تمام. هلا اكثر شيء بالوقت الحالي ضمن الحالات اللي عم تجيني حقيقة هي استرداد جنسية الأم. احنا بنعرف انه وقت الشخص بيقدم على الجنسية النمساوية وبتتوافر فيه كل الشروط اللحظة الأخيرة بيجي شيء اسمه توسي هيرونغ سبيشال. احنا ما عم نحكي بس على السوريين، بنحكي على كل شيء. السوريين عندهم أوسنامة يلي هي من حقهم يحتفظوا بجنسيتهم. يعني السوريين الوحيدين يلي بيقدروا يكونوا نمساويين وسوريين بنفس الوقت، يعني ما في عندهم اجراءات تنازل عن الجنسيه تماما. هلا حنحكي عن الناس الثانيه بهذا الشق، مين من كان، عراقي، يمني، شو جنسيات الثانيه؟ بس طبعا عالميا بعتقد البلدين بتخيل هن النمسا، هن سوريا والمانيا، دول البلدين الوحيدين يلي بيقدر الشخص يحتفظ بجنسيته تمام. طيب هلا الناس الثانيه اللي ما من حقها واسترجعت جنسيتها، ونحن بنعرف الاسكندال او الفضيحه الكبيره اللي صارت من فتره للاتراك
الأتراك لقوا اكتشفت الحكومة النمساوية عدد هائل من الأتراك يلي حصلوا على الجنسية النمساوية استرجعوا التركية وحتى عايشين خارج النمسا وعم ياخذوا المساعدات والمميزات. طبعاً هي كانت قصة كتير كتير كبيرة وعملوا منها حتى طلع تقريباً 350 قرار سحب جنسية بيوم واحد. هلأ هاي النقطة الأساسية. خليني أقول في سبب تاني لسحب الجنسية، هي إذا كان الشروط اللي بالأصل توافرت هلأ بتبين أنه غير متوافرة. مثلاً شخص قدم شهادة لغة مزورة يبقى انتفى سبب من الأسباب تسحب الجنسية. ثبت أنه كان ما هو عامل امتحان اللغة بعد حدا محله عامله، يعني الكنتنسة شبراخ كنتنسة ما أنا موجودة. يعني أي شرط من الشروط المفروض كانت متوافرة بالأصل كان عم يشتغل وأثبت أنه عم يشتغل، طلع ما كان عم يشتغل عن جد. هي الشروط اللي بتخلي انتفاء العذر أو السبب هو اللي بيخلي الدولة تفكر، خلينا نسميها اسمها بيدا أو فنامة ففان. هلا هن ما بفي الصبح الواحد بيلاقي بيبعثوا له هات الباسبور، نعم بيبعثوا بيقولوا لهم في بيدا أو فنامة ففان، يعني حنفتح الملف مرة تانية ونعيد النظر فيه لأنه إجانا أنساقة أو بلاغ. أنا نوما أنساقة على فكرة، أغلب الناس كتير بيحبوا بعض وعم يخدموا بعض بيعملوا أنا نوما أنساقة، بيكتبوا شيء وبيبعثوا، أحيانا بتكون كيدية على فكرة، أحيانا حقيقة ما بتكون حقيقية، بس الناس للأسف عم تنضر وعم يضروا بعض، والدولة بتكتشف بعدين إنه كيدية بينتهي الموضوع وخلص. بس وقت بيلاقوا إنه لا في شيء صحيح بهالحالة أكيد بيطلع قرار وبيشهد بالسحب الجنسية، وأحيانا بيبعتوا له رسالة بيقولوا له أعطينا الباسبور خليه عنا لبين ما نشوف إذا كان الموضوع حقيقة ولا لا. عندي حالة من الحالات ما بنساها، هي إنه هو نمساوي على مدى 30 سنة فالصبح طلع هو صار ما عنده ولا جنسية، لا لأنه كان مسترجع جنسيته فأمرج يعني استرجعه ورد تنازل عنه. فهي هاي المعلومات خلتنا، أنا بتذكر تماما جدا كانت مزعجة هالموضوع هذا، واضطرينا ناخذ له يعني إقامة إنسانية. تصور إنسان عنده شركة وعنده شغل وعنده 30 موظف، في الصبح يلاقي حاله بده يطلب إقامة إنسانية، فتخيل قديش صعب. طبعا هنا الدولة في بديل احيانا انه اوكي اخذنا الجنسية بنعطيك شيء بديل له. فهي الامور العامة بموضوع سحب الجنسية. متشكرة كثير استاذة غنوة، وان شاء الله اللي ناوي يقدم على الجنسية يحصلها ان شاء الله، ويعني بدنا نشجعهم شوي. اكيد اكيد. لا انا حقول لك بصراحة، انا باعتقادي كل انسان من جد وجد على كل نواحي الحياة، سواء كان إجا لهون بده يدرس أو إجا لهون كلاجئ، ونحن بنعرف اللاجئين الأغلبية هلأ بالوقت الحالي، وناس تعبت، ناس تعبت كتير، خلينا نكون واقعيين، تعبت نفسيا بده توقف على رجليها. موضوع حتى يعني موضوع طريقة التفكير، نحن أحيانا بنظلمهم على فكرة، لأنه في ناس إجت ب 2015 طورت طريقة تفكيرها، وصلت 2019 صارت تفكر بطريقة مفتحة أكتر. بيجي واحد بال 2019 بدنا نقول إنه هو هذا متخلف، كيف ما فيك تعامله بهالطريقة؟ ما أن أنت جيت بالأصل ما كنت أصلا عندك المعلومات اللي عندك يا هلأ. تمام. فمثل ما هداك الوقت في من استوعبك، إلا إذا كان بهداك الوقت إجا حدا زعجه فبده يطلع غله بهذا الشخص. لهيك أنا بعتقد إنه نحن لازم نحب بعض أكتر، لازم نساعد بعض أكتر، وهذا الشيء يلي حيخلينا بيوم الأيام حنكون رضيانين عن حالنا نحن. فهي النقطة كمان برأيي لازم نخليها ببالنا، وبتأمل وبتمنى لكل واحد عم يسعى ليأخذ الجنسية النمساوية طبعا كل خير، وإجراءاته تمشي بسرعة قدر الإمكان، ويا شكرا لك كمان لهاللقاء الظريف. بس الله في داعي واحد يوكل محامي إلا ما في داعي؟ هلا ما فيني أقول لك إيه أو لا بصراحة، لأنه هون كمان بترجع حسب الموظف. أنا النقطة الوحيدة اللي بحس إنه لازم يكون فيها محامي هي وقت بيطلبوا للشخص بيقولوا له إنه أنت الشروط مو متوافرة فيك، هلا بدك تسحب طلبك وإلا بنعطيك قرار وبدك تدفع مصاريف عليه. هلا هي النقطة اللي أنا مو معها، يعني أنا بقول لك 80% ما بدي لك 90، 70-80% من هالحالات ترجع بتحيا مرة تانية وبتصير إيجابية.
شو لازم يعمل الواحد بهالحالة؟ أنا باعتقادي هو بيكون أصلاً متكلف وتعبان لعمل الوراء، نحن بنعرف قديش متعب القصة، فما وقفت على هالنقطة هاي. أنا برأيي إلا للموظفة لا، أعطيني قرار هي بهالحالة، أو للموظف، ما بدنا نحصرها بالموظفات. نحن بهالحالة بنقول له لا، أعطيني قرار، أنا ما بدي أسحب الطلب، وأعطيني القرار وأنا باخذه. هي مضطرة بالبشايد أو هو مضطر الدولة أن تبرر سبب الرفض تماما، غير ما أني جيبك هذا أجنبي هيخاف، هقل له وقع، حط الملف بالأرشيف وخلصنا. هذا الشيء اللي أنا برفضه. أنا بقول لا، جيبه. إذا ما بدك تروح عند محامي لحتى تطلع على الشروط، على الأقل أنت نفسك حطه وعود اقرأ وشوف إذا الكلام المكتوب فيه صح ولا لا. تمام. مضت فترة الاعتراض اللي هي الأربع أسابيع وما اعترضت، صار قطعي، خلصنا انتهى الموضوع. بس على الأقل خليك تشوف الشيء على أرض الواقع، لأنه كتير أحياناً التبرير بيكون مو صح. يعني بيكونوا قايلين هن أعذار، هاي الأعذار بيكون يا أما في غلط، يا أما في لغط، يا أما هو نسيان شيء محدد يقدمه ممكن يساعده. فما فيني اقول لك انه لازم، انا بقول لك انه اوكي بجوز فيها شي نوع من التسريع، بجوز هلا اذا رجعت الامور الحياه بدون كورونا، يعني صار تواجد شخصي، يعني انت لازم تروح تتواجد هناك، تقضي نص نهارك وانت عندك شغل لما تعطيهم ورقه، يعني هيك امور انا باعتقادي ممكن تكون مساعده. بس عموما اني اقول لك لا، كل قضيه جنسيه لازم يكون فيها محامي، لا. يمكن موضوع تقديم الطلب بيصير اسرع بكثير، ما اني اقول لك تعال بعد 3 شهور، بها 3 شهور بيكون تقدم الطلب بعد اسبوع. يعني هاي النقاط اللي انا بعتقد انه المحامي ممكن يساعد فيها، بس انه لازم لا، مو لازم. تمام، شكرا كثير استاذه رنا، ويعطيك الف عافيه. تسلم يا رب، ميرسي كثير على الاستضافه، والجو بصراحه كثير ساعدنا والمكان جميل جدا، والى اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا كتير. شكرا لك، شكرا. أصدقائي شكرا لمتابعتكم، نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لو في عندكم أي استفسار أو أي أسئلة حابين تسألوها، ياريت تكتبونا في التعليقات على قناة اليوتيوب نور شو، أو على الفيسبوك أو على الانستغرام، رح تشوفوني مباشرة، رح أرد على كل تساؤلاتكم بكل رحب الصدر. وشكرا جزيلا لكم، نشوفكم، سلام.